مع عقد انتخابات بلدية محاولة جديدة لقرع جدار الخزان والمطالبة بضرورة إجراء انتخابات بلديات في قطاع غزة أسوة بإجرائها في الضفة الغربية في إطار أدوات الضغط على المسؤولين والسياسيين الفلسطينيين من أجل الضغط لتعزيز الديمقراطية في كافة مناحي الحياة وخاصة في واقع البلد والخدمات الذي وصل إلى منطقة ومرحلة صعبة جدا تحتاج إلى تدخل الجميع لمناقشة هذه القضية. كانت هذه أول تجربة انتخابية. هذا المؤتمر والذي نظم بالشراكة بين مجلس الشباب الفلسطيني في التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح ساحة غزة ومنتدى الحوار الوطني حظي بمشاركة أغلب الفصائل السياسية الفلسطينية، فمنهم من رأى فيه بداية مهمة، لكن الأهم هو التنفيذ الفعلي المتمثل بإجراء انتخابات البلديات في القطاع. هذه قرع الجرس وهي بداية مهمة، ولكن الأهم الرؤية الحقيقية وآليات العمل والتنفيذ وإزالة كافة المعيقات حيال وقف هذه العملية الانتخابية في 2004. أما حركة حماس فترت التأخر في إجراء انتخابات البلديات هو جزء من مشهد كامل لتأخر الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تقول بأن سببه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. أعتقد الأمر يعني أكبر من انتخابات بلدية، احنا بالنسبة لموضوع السلطة الفلسطينية في رام الله وعند الأخ أبو مازن، يعني هو تعطيل الحياة الانتخابية سواء كان في مجلس تشريعي أو وطني أو غيره وغيراته، يعني الأمر احنا نحتاج إلى انتخابات شاملة سواء كان انتخابات تشريعية، انتخابات وطنية، مجلس وطني أو انتخابات رئاسية أو انتخابات بلدية، انتخابات البلدية ربما بتكون يعني الأسهل. يتعاطى معها أنها سلطات محلية. ويذكر أن آخر انتخابات بلديات حدثت في قطاع غزة كانت عام 2005 وربما تطول المدة ما بقي الانقسام الفلسطيني قائم. هي مطالبات جديدة بضرورة إجراء انتخابات بلدية في قطاع غزة كما حدث في الضفة الغربية وصولا لانتخابات تشريعية وأيضا رئاسية للقضاء على الانقسام الفلسطيني الذي يعصف بالأراضي الفلسطينية. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.